فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان الإناء خاصاً بي وليس هناك غيري يشرب به، فهل يجوز لي أن أتنفس فيه؟ لا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عام، لا يتنفس في الإناء، هذا عام، سواء كان خاصا بك أو لك ولغيرك، هذا ظاهر الحديث العموم. نعم. فضيلة الشيخ، ولأنك لو أنك تنفست في الماء في الإناء الخاص بك يقتدي بك الناس، خصوصا إذا صرت من طلبة العلم، يقتدي بك الناس يتساهلون في التنفس في الإناء مطلقا. نعم، وأنت قدوة. نعم.